السلام عليكم. الاسم ديالي إلياس قراري، عندي 37 سنة، حاليا مستقر في قنيطرة والأصل ديالي من فاس. بالنسبة لي أنا المشاكل اللي كنت كنعيش، أنا كانت فرضات عليا ديك المشاكل هي اللي خلاتني نعيش وسط الإجرام. أنا واخا كنت عايش وسط الحبس وسط الصداع والمشاكل، ما بقيت بلي برانسيب ديالي اللي تربيت فيهم واللي كبروني والديا بيهم. ما نكذبش عليك، كنت ديما كنشوف راسي متهم، وديما تنشوف راسي ما دير حتى شي حاجه وتنبغي ندافع على راسي. الو بالنسبه لي انا ما كنتش كنعتبر راسي باني كنت مجرم بصفه نهائيه، وانما الجهاز الامني ديال قنيطره هو اللي كان تيعتبرني انا مجرم. علاش؟ حيت دخلت معاهم في صراعات هي اللي خلاتني مشيت للحبس. بالنسبة للمشاكل ديال الناس، هذوك جزء كبير من الاعتقالات كانوا بسبب الناس. أغلبية الاعتقالات ديالي كانوا بسبب الناس اللي وقفت معهم واللي دخلت باش نفك لهم مشاكل، واللي حاولت غير ندافع عليهم ولا نجيب لهم حقهم، وصدقت غادي للحبس. هادشي اللي كاين. واحد القضيه بغيت نقولها لك اللي مهمه، هو الناس تقوا فيا. انا بالنسبه لي انا فاش طلعت في شان يوتيوب وقلت فوالا انا سميتي الياس قراري، راه ديجا الناس كتعرف الياس قراري. الو الناس اللي شافوا الفيديوهات ديالي نهار الاول راه فريمون عجبهم الحال وفرحوا. علاش؟ حيت داك لو شونجمون كان صعيب عليا حتى انا، حيت انا فاش خرجت من داك العالم راه ما خرجتش منه هكاك، تتكرفص بزاف فيه وعانيت فيه بزاف وقاسيت فيه. ومن خرجت لقيت واحد الاقصاء ما نقولكش، كرهت حياتي. علاش؟ انت دري نقي يحترموك الناس وعندك شعبيه، ما عمرك اديتي شي واحد لا في حومتك ولا في مدينتك، كتلقى راسك مقصي، ما كتلقاش شي واحد اللي كيشد بيديك ولا تيقولك اجي هاد الطريق، كتلقى راسك بوحدك وسط الناس تقول صافي ما يمكنش نعيش وسط منهم، كتولي تفكر ترجع للحبس. انا هادشي اللي كان واقع ليا في الاول. ولكن فاش بديت في الكونسيبت ديال يوتيوب وبقيت كنعاود على قصص الاجرام وشنو وقع ليا وسط الحبس وكيفاش وقع، الناس بدات تتعاطف معايا. اول حاجه من تعاطفوا معايا الناس صافي قدرت نبارطاجي معاهم اي حاجه. علاش؟ انا قلت لهم غير الحقيقه، انا ما كذبت على حتى شي واحد، انا قلت داكشي اللي داز عليا. من الهضره ديالي كانت واضحه من الاول في الفلوغ. فاش بديت انايا بديت بقصص ديالي انا اللي وقعوا ليا وسط الحبس والمعاناه اللي عانيت، عاودتها وبارطاجيتها مع الناس في لاشين. صافي الحمد لله كان سيبورت مغاربه تا هما راه يفهموا واعيين وتيحسوا بنا. جمهور ديال الياس قراري تصاحبت معاهم بزاف، تعاشرت معاهم، فهمتيني، حسوا بيا، تفرجوا فيا بزاف. تقريبا دابا اغلبيه ديال البيبليك اللي عندي في لاشين كنتواصل معاهم في البريفي حبا، ما كاينش حاجه اخرى الحمد لله. نو انا بالعكس، انا الاجرام بعدا نقول لك واحد القضيه وما تضحكش، انا الاجرام كان تيعجبني علاش؟ كنت كنمشي نسلخ فيه عباد الله، تنفرغ فيه داك الكبت ديالي وداك البساله ديالي وداك القباحه ديالي، كنفرغها في هذاك العالم. علاش؟ كنقدر نتصرف فيه بحريه. ولكن ملي كنجي لحياتي العاديه بالعكس، انا راه قطه ما تنقيسهاش، فهمتي، ما كنأديش. ولكن ملي تنتحط في ليكا ديال القباحه ولا هادي، ديك الساعه انا كنرياجي خايب. انا المشكل ديالي هو انني ردت الفعل ديالي اللي كانت صعيبه، كنبغي نعيش ترونكيل، ولكن الا خاصني شي حاجه ما كنعرفش كيفاش كنتعامل. انا كنكره شي حاجه سميتها الحقره، وغنبقى نكرهها حياتي كامله. وقدر الله ومشيت للحبس شي نهار غنمشي على ود الحقره، حيت انا ما كنبغي حتى واحد يتحقر وما كنبغيش انا نتحقر. هادشي اللي كاين. انا كانت عندي فكره الصراحه فاش كنت في الحبس، وقلت لهم ان شاء الله هذاك الياس قراري اللي كان محيد في الزنقه غنشدوه ونسوقوه رقمي وغنحطوه على شكل ايماج باش الناس تفرج فيه. حيدنا بسلام من الزنقه وجبناها اليوتيوب، صافي عاودناها بشكل صوره وبدعنا شويه ودرنا شي حاجه خلى الناس تتفرج وتمتع معنا. هذا الشيء اللي كاين. صح.
الصراحه التجربه ديال الافلام القصيره يعني الله جديد في الدومين. واول تجربه عندي كانت كانت واحد العمليه انتحار كنت درتها شحال هادي، وقلت علاش لي ما نصورهاش فيلم، وجبت الدرون وصورتها وطلعت زوينه فهمتي، لقات اقبال شويه زعمت على الكوميتراج، بديت في الكليب. عندي تقريبا اكثر من 48 كليب واقيلا اللي خدمت فهاد 6 شهور تقريبا اللي بديت فيها. صراحه انا خديتها متعه وهوايه في نفس الوقت، لان فريمون ملي كنجلس انا والكاميرا كنقدر انا ارتاح نفسيا، وانا مع الناس هكا ما كنقدرش، كنعرفش نكون قريب من الناس، كنفضل نبغي الناس من البعيد، ما كنقرب ما كنعرفش، ما كنتيقش، ما عنديش ثقه في الناس. الفيلم الجاي ان شاء الله يكون بعنوان الاسطوره. ما غنحرقلكش المراحل، وانما غادي تبدا ديك الحياه ديال الياس قراري فاش كانت عنده 6 سنين ولا 7 سنين حتى لدابا، كيفاش عاش وكيفاش ولا. الفيلم غيكون بحال هكا، بحال شي سيره ذاتيه على قراري، وغتكون سميتو الاسطوره العنوان ديال الفيلم. بالنسبه لي انا الشباب راه مشكل كبير عندنا في البلاد. انا ديما تنقول الشباب ديالنا خصهم توجيه في الدار وفي الزنقه وفي المدرسة. حنا كنطلقوا ولادنا الزنقه ما كنعرفهمش شنو كيديروا. انا ولدي براسو عنده 15 عام حتى هو كيبغي يخرج الطريق بعض المرات. حاجه واحده اللي ننصح الشباب عليها، اول حاجه واخر حاجه المخدرات والصحبه ديال الحومه. الا كل واحد دخل سوق راسو وجلس بوحدو غادي يزيد القدام وما يمشيش للحبس. هي النصيحة ديالي للشباب، لأن واخا نعطيهم أي حاجة، واخا نفهمهم أي حاجة، الشباب خصهم يعيقوا التقار، يشد تقارو من بنادم ما يمشيش للحبس وما يتعداش، ولا عنده شي بلية الله يعفو عليه منها ويحاول يحيدها، ووالديهم ما يضغطوش عليهم، حيت الشباب ملي كضغط عليه كيخرج تيفرغ داك الكبد ديالو للزنقة أكيد، واللي لقاها كيدير. حتى الوالدين حتى هما عندهم دور كبير فاش غير في المعامله، ما كيعرفوش يتواصلوا مع ولادهم. للاسف حنا باقيين الدين والتقاليد والعادات وحشومه وعيب وعار، وكنبقاو نقمعوا بها والدي، كنبقاو نقمعوا بها الوليدات الصغار. والدراري دابا يا مي كتجي انت تقمعهم بهادشي هذا، ضروري غادي يخرجوا الزنقه غيديروا بزاف حوايج خايبين. انا المخدرات ما يتقمعش، الدراري ما يتقمعوش في ديورهم. الوالدين ديالنا شويه باقي الدين على ديك المعامله القديمه اللي تعاملوا بها هما، باقيين تيعاملونا بها. نتواصل مع بزاف ديال الفنانه، نتواصل مع مخرجين، بزاف ديال الممثلين، عندي اصدقاء ديالي في الميدان. بالعكس غير مازال انا مركز في الكونسيبت ديالي، تنقول الا جات شي حاجه جاوني عروض ورفضتهم، انا ما عجبونيش. تنقول انا مازال ما قنعتش بداكشي اللي باغي نخرج انا، تنقول فريمون محتاج نخدم مع شي واحد الا كان شي عمل مشترك بيني وبين شي مخرج ولا شي مونتيج ولا شي حاجه ماشي مشكل، ولكن باش انا نقلب زعما شكون اللي غادي نخدم معاه ولا هادي، تنقول مازال مركز في الكونسيبت ديالي، مازال ما عنديش استعداد باش نتونجاج زعما بهذا المعنى. انا كنبغي شويه نخدم حر، كنبغي ندير داكشي اللي بغيت انا، كنبغيش حدا تفرض عليا داكشي، علاش انا باقي مركز في الكونسيبت ديالي. انا بالنسبه لي هاد الجرائم اللي كتوقع ما نقولوش عاديه، وانما راه كتوقع، ولكن الاعلام هو اللي كيضخمها وكيعطيها هذاك الحجم وتيخلي المغاربه عايشين بداك الرهب، داك الرهب ديال الجريمه، فهمتي شنو نقصد لك؟ كنرهبوا الناس وكنخلعوا الناس بجريمه وقعات، حنا ما كنعرفوش ليستوار بالضبط كيفاش وقعات ولا علاش وقعات، كنجيو تنقولوا فلان دار وكنمشيو كاملين هكا، ولكن كنجيو نقلبوا الحيتيات كنلقاو شي حوايج حنا ما عارفينهمش ودخلنا الامور. انا بالنسبه ليا الاعلام هو اللي ما يبقاش يدخن في هذه الجرائم، لان الجرائم كتقدر توقع في اي بلاصه وفي اي ساعه وفي اي لحظه، الانسان ما تقدرش تعرف شنو تحت راسه. بالنسبه لي الجرائم راه الاعلام هو اللي عطاها قيمه، هي راه ما كايناش هذيك كتوقع، مي كتوقع كدوس عاديه، ماشي ما نعطيوهاش زعما بان فعلا راه صافي راه المغاربه بداو تيقلبوا باغيين يفجروا داك
الكبس ديالهم ولا باغيين يديروا اي حاجه تخيلها في المغرب. كانوا كثار في الاول، ربما كانوا مخبيين. لا ربما كانش الاعلام في ذاك الوقت، كان مقموع. يعني مخبيين ما كيبانوش. انا نفهمك، الاجرام اللي كان شحال هذه والقرطاس اللي كان شحال هذه اكثر من دابا. دابا حيت الاعلام، قلت لك انا راه هادشي راه عادي، راه تيوقع ديما في البلاد، راه ديما البوليس كاين مطاردات، ديما الصداع، ديما الاجرام، ديما جرائم قتل، ديما المحكمه عامره. راه حنا ملي كنعطيو الحاجه اكثر من قيمتها صافي الناس كتثق. هادشي اللي كاين، الاعلام هو اللي كيضخم المسائل. شكرا على الزياره، كنتمنى نكون ضيف خفيف عليكم. تنقول لكم صراحة توحشكم اخوتي بزاف، انا تنقول لهم خوتي ديما، جمهور ديالي تنقول لهم خوتي، توحشكم بزاف وان شاء الله مازال جاي الخير ان شاء الله يا ربي، وتهلا في راسكم وتنبغيكم بزاف. مع خوكم الياس سكوراري.